بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ومن بسنته اقتدى. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في هيئة علماء المسلمين لإتاحتهم هذه الفرصة لنا حتى نتشرف بهؤلاء أو بهذه الكوكبة من العلماء والسادة الأفاضل أساتذة الجامعات. في بحثنا هذا نحاول أن نسلط الضوء على جانب يسير من الجهود البلاغية لعالم من علماء العراق، وهو الشيخ معروف النوديهي، والبحث بعنوان الجهود البلاغية للشيخ معروف النوديهي. وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة. في المقدمة تحدثنا عن أهمية الموضوع وسبب اختياره، كما تحدثنا عن الدراسات السابقة حول الشيخ معروف النوديهي. أما بالنسبة للمبحث الأول فقد تكلمنا عن حياته بشيء يسير أو نبذة مختصرة حول حياة الشيخ، وهو الشيخ معروف ابن الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد النوديهي، وهو من أسرة يتصل نسبها بالسيد عيسى البرزنجي الحسني. ولد في قرية النودي سنة 1166 للهجرة. كان الشيخ معروف النوديهي مؤمناً موحداً شديد التضرع والبكاء في خلواته واعتكافه، وكان مدافعاً عن المظلومين والوقوف بوجه الظالمين، كما كان عزيز النفس متواضعاً مع العامة مترفعاً مع الطبقة العليا والسلاطين، وكان عالي الهمة رحيماً بالضعفاء بعيداً عن مجالس المراء والأمراء، شجاعاً في قول الحق مبغضاً للمتكبرين ومنفراً عنهم، وكل هذا جلي في أبياته وقصائده. وكان صوفياً زاهداً تلقى الطريقة القادرية من عم أبيه الشيخ علي دولبموي. وقد كان الشيخ معروف النوديهي رمزاً اجتماعياً، إلا أن ولعه بالتدريس والتأليف جعله بعيداً عن الولاة والحكام وأصحاب الأمور إلا عند الحاجة القصوى لما فيه خير العباد والبلاد. رغم أن في حياته تغير الكثير من الولاة والأمراء، إلا أن علاقته بهم ومكانته عندهم لم تتغير نظراً لاستغنائه عنهم وغزارة علمه، ولم يكن يستخدم معهم عبارات التعظيم والتبجيل، بل كان يدعوهم بالأخ، وقد كان يكتب إليهم رسائل عندما يحزبه أمر أو يضيق ذرعاً بواقعة مؤلمة. وتوفي رحمه الله في مدينة السليمانية عام 1254 للهجرة، الموافق لعام 1888 ميلادية، ودفن بمقبرة سيوان بجوار قبة سليمان باشا بابان. والمبحث الثاني عبارة عن جهوده البلاغية. يتبين من دراسة حياة الشيخ معروف النوديهي أنه كان عالماً موسوعياً متبحراً في علوم زمانه، ومن هذه العلوم التي تبحر فيها علوم البلاغة بكافة فروعها، وكل مؤلفاته البلاغية عبارة عن قصائد تعليمية نظراً لشيوع تلك الطريقة في التأليف في زمن الشيخ. وقد انبرى كثير من العلماء وطلبة العلم لشرح قصائده. من هذه القصائد المشروحة فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، حيث شرح الشيخ العلامة أحمد فائز سنة 1283 للهجرة، وسمى شرحه تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن. وقد قسمنا المبحث الثاني إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول علم المعاني. بحث الشيخ علم المعاني في قصيدتين، وهما عمل الصياغة في علم البلاغة، وهي منظومة في علم المعاني في 800 بيت. يشير الناظم إلى أن هذه القصيدة عبارة عن نظم كتاب تحرير البلاغة لابن آدم المالكي. القصيدة الثانية فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، منظومة بليغة في 84 و300 بيت،
شرح فيها علمي المعاني والبيان. والمطلب الثاني علم البيان. الشيخ معروف النوديهي له باع طولي في هذا العلم، فقد ألف فيه ثلاثة مؤلفات، وهي تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، منظومته في 66 بيت نظمها في علم البيان، لخص فيها الرسالة السمرقندية. شرح القصيدة المؤلف الثاني شرح لمنظومته تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، ويقع في 50، طبع في بغداد عام 1936 ميلاد. المؤلف الثالث فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، وعدد أبياته 382 بيتا. والمؤلف الأول كما أشرنا تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، نظم فيه الرسالة السمرقندية للشيخ أبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي، توفي سنة 888 للهجرة، ونظمها الشيخ معروف النوديهي في 166 بيتا، ثم قام بشرح هذه المنظومة. المطلب الثالث علم البديع. المنظومة الوحيدة للشيخ معروف النوديهي الذي يتحدث فيها عن فنون البديع هي منظومة غيث الربيع في علم البديع، وهي عبارة عن منظومة بديعة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 244 بيتا، ضمنها صنايع البديع. وهذه القصيدة مأخوذة من منظومة ابن جابر الأندلسي، والذي سماها حلة السيرة في مدح خير الورى، وغير فيها البحر من البسيط إلى بحر الرجس لسهولة حفظه. وفي الخاتمة لم يبق لنا إلا ذكر أهم النقاط التي توصلنا إليها خلال بحثنا. ومن هذه النقاط أولا أن النوديهي كان عالما موسوعيا، ونظم القصائد في أغلب العلوم الشرعية إن لم نقل كلها. ثانيا أن النوديهي نظم في علم المعاني قصيدتين، هما فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، وعمل الصياغة في علم البلاغة. وفي علم البيان نظم قصيدتين أيضا، وقام بشرح إحداهما، وهما فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان وتنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، وقام بشرح تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات. وفي علم البيان له قصيدة يتيمة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غيث الربيع في علم البديع. النقطة الثالثة أن النوديهي نظم كتابه فتح الرحمن في أسبوع واحد، وهذا جهد يشكر عليه، فقد نظم علمي البيان والمعاني بكل تفاصيلهما وفي 382 بيتا خلال أسبوع واحد. الشيخ نوديهي كان شديد التأثر بالخطيب القزويني وآراؤه البلاغية، ويظهر هذا جليا في نظمه هذا. النقطة الأخيرة، يملك الشيخ معروف النوديهي قدرة هائلة في النظم، وهذا ما دفعه إلى نظم العلوم، وتلك الطريقة كانت سائدة في زمنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.